جديد في فير بلاي. وعبدو أن العربية السنغالية أيضا قاد طبطب رئيس مستقبل سكرة بعد حرب كبيرة بينه وبين رئيس الجامعة وديع الجري. يبدو أن العلاقة عادت كما ينبغي بينهم الاثنين. على كل كان هبة تدوين رئيس مستقبل سكرة العربية السنغالية كان شكر فيها رئيس الجامعة. حابين ناخذ التفاصيل كيفاش منعوا رئيس الجامعة من السجن وديع الجري. معنا بالتليفون العربية السنغالية. هبيكس العربي مرحبا بك خويا سليم ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس افريش. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله راه لاباس. حرام ديما تقعد اللي في ميدان الكره ديما يقعد معرض للخطر خاصه في المواسم الاخرانيين. انت انا كلمتني شركه اللي تبيع اللوازم الرياضيه يعني ماخذين من عندها برشا. ربما تعطلنا شوي لانه عملناه ما خذيناش منها البلديه خذينا كان البحر. يعني اصبح عندنا حكم يعني في زو السكوك بالنفاذ العاجل علمتنا معناتها الشركة والله معناتها والوقت مخايب ما خلينا حتى ممكن ملي من حتى بلاصة يعني ديون برشا بس خلصناها. ربما نحن الجمعية الوحيدة في تونس اللي تخدم 12 شهر 12 شهر من التحوش يولي جون ولا سينيور معناتها نخدم فيها بغرام وبكيف. على كل حال هو معناتها ربما صديق لي معناتها اسمع اللي لأن في عندي مشكلة بتاع سكوك ربما يكلم السيد رئيس الجامعة. والبارح معناتها السيد رئيس الجامعة اتصل بي بالهاتف بارك الله فيه وحكيت له معناتها شنو الموضوع. والحق شكر لك والله ممكن واحد معناتها كما نقولوا فاهم معناتها حش على رواحنا. قال معناتها أنا راني بحذاكم وهذا واجب ما عنديش حتى معناتها مشكل ما دام في الشيكات يعني للرياضة. ولذا البارح معناتها كلمني واليوم معناتها الجامعة التونسية لكرة القدم اعطتنا معناتها المبلغ اللي باش نخلصوا فيه باسم الجمعية. قداش قيمته المبلغ؟ والله هو ما يقارب ال 14000 دينار يعني معناتها قيمة معناتها الشركة تسالنا معناتها الصومة دي. على كل حال هو بارك الله فيه لأن الوقت قلت لك ديما صعيب وديبيت سيزون وما زلنا كعملنا الانخراط مصاريف كبيرة ودنيا غليت وعندنا مشكلة. نحن سمحني في حتى كان نكمل للسيد رئيس الجامعة قلت لك أعطانا معناتها اليوم حصلنا على الشيك وعملنا الاعتراض في المحكمة وإن شاء الله باش ناخذوا الشهادة الخلاص من عند الفورنيسور معناتها. وشي أخويا شو نقول لك أنا والله يعني أنا جد ما ممكن ربما عزبية لأنه هو طلبني مشان هو طلبني يعني وسمع معناتها قلت لي حشمني على روحي إيه يعني لأنه كنت تلقى روحك في ضيق وتلقى روحك في واحد ماك تعرف الإنسان ساعات فما العلاقات الإنسانية توفى ما توفى ربما أنا نعارضه في حاجات مش معناتها أنا متعارك معاه كشخص ونعارضه في حاجات في مين تاكل كورة ما تبقى كان الإنسان يبقى إنسان. هو بكل صراحة أنا راني وديع الجرير ربما فما الناس ما تعرفش وديع الجرير هو معناتها يعني من الناس اللي عاونته في الانتخابات. وهو نقول لك أنا حاجة عنده ميزة كبيرة ياسر لأنه علاش ربحه في الانتخابات 2012 على ثلاثة قوائم مش ثلاثة قوائم يعني رضان برشا فتحي جامع الله يرحمه وسي محمد عشاب وسي الهمامي وقتها ووقت محمود الهمامي اي رغم دعمه السيد الوزير وقت طارق ذياب ان شاء الله ربي يذكره بالخير يعني وطلع وديع الجري. ربما خاطر نقول لك علاقته بالجمعيات وبالنادي وبرؤساء الجمعيات وبالاشخاص ديما تكون العلاقه طيبه. هو وديع الجري ربما اكتراه في المشهد العام ربما اكتراه صعيب وواعر في الكوره واجريسيف وما يرحمش وكل شيء. اما معناتها العلاقه الشخصيه بينه وبين علاش رؤساء الجمعيات كل كبير انتخبوا فيه لأن العلاقة بينه وبين رؤساء الجمعيات يكتب عليك خالك راهم تخبوني 100% يعني لأنه كلهم يحبوه كلهم يعاونهم كيف باش يعاونهم كلهم بشيء. أنا أول مرة الحقي بعد ممكن الخلاف شيء والحاجة الكبيرة باش نبدأ واضحين أو قدام الناس يعني عز بيا كي كلمني وقال لي أنا بحذاك وراهو ماهيش مزية وكيما كيفك أنت كيف أي ناس نحن في خدمة الكورة ونحن في خدمة الرياضة وما نخليوها بحتى حد وما دامنا نحن موجودين على راس الجامعه بحول الله حتى رئيس ما يصير له اذى. بارك الله فيك قلت لي عندك نداء. عندي نداء وعندي مشكله كبيره والله صدقني نجي نقول لك انا توا باش نعطيك سكوب نقسم بالله توا العدل المنفذ
بعثناه للبلدية سكر، فيه استقالة جماعية، فيه مفاتح الكار، فيه البطاقة الرمادية نتاع الحافلة نتاعنا للناس الكل، لأن تعبنا، لأنه بلدية سكرة للأسف تو 3 سنين من اللي سدت النيابة الجديدة ذي بعد الانتخابات، للأسف مدام فيروز ذي تعبتنا، كل ما نمشيه للجمعية يعني معناتها ما نتحصلوا على فرنك إلا ما روحنا طلعت. الملعب نتاع سكرة سنين ما نشف نلعبوا فيه، الملعب نتاع سكرة جبت لهم 200 مليون من الوزارة وجرينا في 2018 وبش يبدلوا تابي، يعني انتهي التابي تاع ملعب سكرة معناتها ب 380 مليون. شوف انت معناتها الوزارة عطاتهم من 2016 و 17 200 مليون باش يبدلوا تابي ب 380 مليون، اليوم في 2021 تصبح التابي باش يبدلوها قريب 87 مليون. يعني الملعب نتاعنا منعدم انتهي، عشان يلعب معنا حد في سكرة ما نجمش يلعب، عبارة نلعبوا في كيس. يعني المنحة يعني ناخذوها عمنا وطلعت الجمعية خذيت الربع تاع المنحة، والمشكلة كي تمشي تحكي معاها تقول لك ايه هاني باش نعطيه كان جن، يعني تأمن كمسؤول تصدق وتبني عليه معناتها الواحد نتاعك، نحن مش طالبين، طالبين معناتها حقنا. المجلس البلدي في 36 في سكر سنة قلصوا جمعية زمنا نزيدهم وزيدهم في الميزانية، زيدنا مثلا نحن حقنا مثلا دينار هي تعطينا كان 30 فرنك معناتها 200 فرنك معناتها راي معناتها شيء يقهر. وجيد نكلموها نبداو نعيط ونقولوا يا ولدي كيفاش نصبوا مطلب بعد بشهرين جاوبنا شنو تعمل لنا، نعبروا على راينا نكلموها تمشي تجري تشكي بينا يا وكيل الجمهوريه تمشي تشكي بينا مركز تراسينا مركز يا خويا فك علينا هذا نحن انا عندي 20 سنه في الكل تعاملت مع مسؤولين ما مسؤولين ومريت منهم كان الخير ويرحم والديهم فاهم الحي وفاهم الميت. ولذا انا العامين هذين صدقني حتى انسان مرض كل حاجه فيها تعطيل كل حاجه فيها تعطيل، ورغم اكريت انت شوف بعيد يعني مستقبل سكر صدقني من اقوى الجمعيات كل عام في ست ربي ما حبش نقول نعطي بزوز وثلاثه واربعه ملعبيه للناسيونال ناسيونال بي معناتها متكونين في تكوين به ما هو سهل الجمعيه تعطي كل لاعب مش ثلاثة ولا اربعه ونعطي الكبار واضح هذيك هذا نحب نقول المدام فيروز تاع رئيس بلدية سكرة إراك معناتها أنا خلينا لكل شيء وسامحنا من فوق يا مدام فيروز. واضح هذيك صح سي العرب على كل التفاصيل اللي جبنا بها بخصوص اللي صار مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري. فاصل قصير ثم راجعين في فير بلاي.